أحمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نافذتنا على القمة العربية لهذه الليلة، والتي سنستضيف فيها الدكتور إسماعيل والشعيب الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. أهلا بك معنا ضيفي دكتور. بداية، قبل أن نبدأ الحديث حول التحضيرات المتقدمة لانتظار القمة العربية، سنتابع هذا العنصر مع الزميل حمزة عيلال ثم نعود. تجري الأعمال التحضيرية بقص المؤتمرات وملحقاته استعدادا للقمة العربية، الحدث الأبرز الذي ستشهده موريتانيا. فرق تصل الليل بالنهار في ورشات عمل تتقدم استعدادا لساعة الصفر. الأعمال هنا تجري على قدم وساق ليلا ونهار، وإن شاء الله نحن في طور انها 90% من العمل، والله انتهت 90% من العمل وقريبا سينتهي الكل، ونرجو من هذه القمة أن تكون بادرة خير الأمة الموريتانية. أعمال ترميم وتهيئة لا تتوقف، وفرق عمل تواصل سعيها حتى يكتمل المشهد وتتكامل الصورة. احنا هنا نشتغل بفندقة قصر المؤتمرات، والعمل عندنا جاري مواصل الليل بالنهار، لأن نحضر لحدث هام هو القمة العربية، نجاح لكل مواطن موريتاني. هي إذن ورشة عمل متواصلة تصل الليل بالنهار استعدادا للقمة المنتظرة. زميل حمزة عيلال على هذا العنصر، أرحب بك من جديد دكتور إسماعيل. دكتور، طبعا التحضيرات جارية على قدم وساق لاستقبال القمة العربية التي يصفها البعض بأنها الفريدة من نوعها، نظرا لخصوصية البلد هذه المرة التي تستضيفها. كثر الحديث حول إمكانية استضافة موريتانيا للقمة، كل الآليات حتى الآن توضح أن موريتانيا ستنجح في هذا التحدي، ما رأيكم في هذا؟ شكرا. عموما أعتقد أن هذه الأقوال ليس لها مكان في السياق العام للقمة. فالقمة حدث تاريخي، حد يقع في سياقه التاريخي، وبالتالي جاء الدور على موريتانيا، وموريتانيا كانت في مستوى الحدث واستطاعت فعلا أن تقوم بالترتيبات اللازمين في ظرف وجيز يشهد به القاصي والداني، آخرهم اليوم كان السفير بن حلي، شهد بما تستعد له موريتانيا من تقديم حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والاستعداد على جميع المستويات، حتى أنهم انبهروا بهذه الفترة الوجيزة التي استطاعت فيها موريتانيا أن تقدم على هذه الخطوة وأن تستجيب لها بكل المقاييس. وبالتالي كانت هذه الأقوال لا أعتقد أن لها سياقها في إطار العمل الذي تقوم به موريتانيا في هذه اللحظة التاريخية. إذن هذه أهمية هذه القمة ستتضح في الأيام المقبلة، خاصة حينما تبدأ ورشات العمل الحقيقية لانعقاد القمة. ما برأيكم، ما هو الجوانب الأساسية التي يمكن اللعب عليها لإنجاح هذه الدورة؟ القمة حدث تاريخي، وحدث تقريبا هذه الدورة 27 لمؤتمر القمة. والمطلوب أساسا من البلد المضيف أن يوفر الأجواء، حفاوة الاستقبال، كرم الضيافة، إظهار نواكشوط بشكل لم تكن عليه، توفير البنية التحتية على مستوى الإعلامي، توفير أيضا التعريف الآخر على موريتانيا باعتبارها تقع في هذا الركن القصي من الوطن العربي والكثير من الإخوة العرب، وإن لم يكن على المستوى السياسي وإنما على المستوى الشعبي لا يعرفون الكثير عن موريتانيا. فمطلوب منا في هذه المرحلة أن نكون استجابتنا استجابة في جميع المستويات، على المستوى الثقافي، على المستوى السياسي، على المستوى الفكري، على المستوى الاجتماعي، وبالتالي نعرف بموريتانيا، ومن ثم من خلال التعريف بموريتانيا سنضع بصماتنا على هذه القمة وسيكون لها ما بعدها. هنالك من التحضيرات التي أعلن عنها إلى حد الساعة والتي تدعم ما كنتم تقولونه قبل قليل، هو إنشاء مركز إعلامي خاص بالقمة العربية، وأيضا إنشاء قرية ثقافية تعرف الدول التي ستشارك في هذه الدورة بثقافة المجتمع الموريتاني وبكل الكنوز الثقافية التي يتمتع بها على غرار الدول المشاركة. شيء طبيعي أن كل حدث تاريخي بهذا الحجم ينبغي أن تكون له بنية إعلامية، وبالتالي أعتقد أن البنية الإعلامية قد اكتملت حسب ما استمعنا قبل يوم أو يومين من رئيس اللجنة المكلفة بالجانب الإعلامي، وبالتالي هناك قاعة أصبحت معدة، حتى أني سمعت اليوم أيضا بن حلي يتحدث عن هذه القاعة ويقول أنها فريدة في نوعها، وبالتالي استطاعت الدولة الموريتانية توفرها في ظرف
وجيز في إطار الجانب الثقافي. هناك جانب مهم جدا في الثقافة، احنا ما نراهن عليه أساسا عبر التاريخ هو الثقافة الموريتانية. من خلال الثقافة الموريتانية فتحنا العالم، من خلال الثقافة الموريتانية تعرف علينا المشارقة، من خلال الثقافة الموريتانية فتحنا أفريقيا ونشرناها فيها الإسلام، وبالتالي من خلال ثقافتنا يمكن أن نضيف إضافة جديدة لم تكن معهودة في المؤتمرات القمة السابقة، وبالتالي أعتقد أن القرية التي بصدد الإنجاز سيكون لها مكانها في هذا السياق العام للتعريف بالثقافة الموريتانية، بالتاريخ الموريتاني، بالحضارة الموريتانية، بالإنسان الموريتاني، بكرم الضيافة إلى آخره، وبالتالي هذه الأمسيات التي سنشاهدها ستعرف الضيف القادم على موريتانيا على ما هي موريتانيا. قد تكون الصورة في ذهنه مشوشة، لكن عندما يحضر هنا ستتضح الصورة وسيكون لها ما بعدها إن شاء الله. طيب دكتور، ماذا عن الحديث عن أن هذه القمة التي ستنعقد في نواكشوط، وخاصة أن موريتانيا ستتولى في المرحلة القادمة رئاسة الجامعة العربية، أنها ستعيد الروح إلى المبادرة العربية أو المبادرة العربية الإفريقية، التعاون العربي الإفريقي؟ شيء طبيعي، إحنا من خلال السنوات الماضية أو السنتين الثلاثة الماضيات استطعنا فعلا من خلال رئاسنا الاتحاد الإفريقي أن نضيف أشياء جديدة، وبالتالي هؤلاء الذين يأتون إلى موريتانيا سواء أن في المرحلة الماضية من خلال مؤتمر رئاستنا للاتحاد الأفريقي، ومن خلال أيضا رئاستنا لجسانك يعني الدول الخمسة، هذه كلها تنطلق أساسا من هذا البعد الذي بدأ يشاهد في موريتانيا، البعد الأمني، البعد الاقتصادي، الاستقرار السياسي، انتباه العالم إلى موريتانيا باعتبارها دولة جديدة استطاعت فعلا أن تحفظ لها مكانة في هذا العالم المتقلب وهذا العالم المضطرب، وبالتالي هذا الجانب الأمني الذي تتمتع به موريتانيا، هذه الدبلوماسية الناجحة التي تتمتع بها موريتانيا، هذا الاقتصاد المستقر الذي تتمتع به موريتانيا، لفت انتباه الجميع إلى هذا البلد، وبالتالي استطاع أن يثق فينا الأفارقة ويعطونا رئاسة الاتحاد الأفريقي، وفعلنا خلال رئاستنا الاتحاد الأفريقي ما لم يستطع الآخرون أن يفعلوه. رتبنا المؤتمرات على المستوى الأمريكي الأفريقي، على المستوى الأوروبي الأفريقي، على المستوى الهندي الأفريقي، وبالتالي جميع القارات كان الرئيس محمد عبد العزيز يجوبها من أجل إظهار الصورة الحقيقية للإنسان الأفريقي. هذا أيضا سيكون هو المجال الذي ستتحرك فيه القيادة الموريتانية، باعتبار أن المؤتمر القمة الذي سينعقده موريتانيا ستظهر له نتائج إيجابية، وبالتالي هذه النتائج سيتحملها السيد الرئيس ويحقق فيها إنجازات تعتقد أنها ستكون شاهدة عبر التاريخ. طيب نقطة أخرى وهي آليات العمل العربي المشترك التي يتم الحديث عنها، ما هي الآليات التي ستكون هذه القمة فرصة لها ولاستعراضها؟ الآليات شبه معروفة يعني في المنظمة العربية، مثلا على مستوى المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى العمل على تقريب وجهات النظر العربية، العمل على حل المشاكل التي تعاني منها بعض البلدان العربية، كل هذه القضايا ستطرح في القمة، وسيحاول القيمون على القمة والسيد الرئيس محمد عبد العزيز باعتباره سيتولى هذه الرئاسة سيكون لها دور في هذه الأجندة، وبالتالي أعتقد أن القضايا التي ستصدر عن القمة أو بيان الواكشوط الذي سيصدر سيتبناه السيد الرئيس ويعمل بكل قواه على أن يجد له الحلول المناسبة، سواء كانت مشكلة في اليمن أو المشكلة في سوريا أو المشكلة في ليبيا أو في أي منطقة أو في المشكلة المعضلة الحقيقية مشكلة فلسطين. أعتقد فعلا أن هذه القضايا ستكون لها دورها. أيضا سيكون هناك مجال للتكامل العربي، سيكون هناك أيضا مجال لدفع بالعلاقات البينية، وبالتالي أعتقد فعلا أن هذه القمة سيكون لها ما بعدها إن شاء الله. طيب دكتور، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه القمة في إنجاح النخبة في إنجاح هذه الدورة، النخبة الموريتانية من خلال المراكز الثقافية وأعمال تحسب للقمة الموريتانية بتنوعها؟ هي القمة ينبغي فعلا أن لا تختصر على فئة معينة، هي القضية الآن قضية الأمم الموريتانية بمختلف فئاتها، فئاتها الفكرية، فئاتها الاقتصادية، فئاتها الاجتماعية، فئاتها السياسية، وأحزابنا السياسية وطبقاتنا ونقاباتنا، كل مدعو لأن يساهم في إنجاح هذه القمة، لأن القمة لا تعني شخصا بعينه ولا تعني فئة بعينها، هذه القمة تعني قمة الأمة الموريتانية ستتزعم العالم العربي خلال سنة كاملة أو سنتين يعني صح التعبير، وبالتالي ينبغي فعلا أن نساهم كل منا من موقعه في إنجاز هذه القمة على مستوى الفكري، على مستوى الاقتصادي، على مستوى الاجتماعي، على مستوى إظهار أيضا تعددنا الفكري، تعددنا الثقافي، ينبغي فعلا إظهار هذا للجميع، وهذه ميزة لنا ينبغي أن نظهرها للآخرين باعتبارها توفر
أرضية خصبة لتعايش ما بين العرب والأفارقة، فنحن نموذج في التعايش ما بين العرب والأفارقة، ينبغي أن نظهر ذلك. طبعا لا يمكن الحديث عن القمة العربية وفي هذا الصدد دون أن ندخل في ما الذي يمكن أن تضيفه القمة العربية للدبلوماسية الموريتانية التي نجحت في السنوات الأخيرة نجاحا يشهد عليه الكثير من الدول خاصة في شبه المنطقة. أعتقد أن القمة ليست إلا عنصر من عناصر نجاحات القمة الدبلوماسية الموريتانية، ليست إلا عنصرا من هذه العناصر، وبالتالي ما ستضيفه هو البعد العربي على الدبلوماسية الموريتانية، فكانت ناجحة على مستوى الأوروبي، كانت ناجحة على مستوى الأفريقي، كانت ناجحة على مستوى الأمريكي، كانت ناجحة، وبالتالي تأتي الآن يعني الصورة تكتمل باعتبار فعلا إخوتنا العرب أجاؤوا إلى نواكشوط، وأعتقد فعلا أن مجيئهم لنواكشوط لم يأتي صدفة، لم يأتوا إلا بعد أن درسوا وقوموا وقرروا فعلا أن هذا البلد يستحق أن تعقد فيه القمة ومن حقه أن تعقد فيه، فكانوا أوفياء لهذا الاعتقاد، وأعتقد أن حضورهم سيضيف أشياء جديدة. كيف يمكن العمل على اكتمال هذه الصورة؟ بكل بساطة، يعني السيد الرئيس يعني دائما له القدرة على أن يظهر ما لم نكن نتوقعه، دائما يعني يفاجئنا بمواقف سباقة إلى ما نفكر فيه، وأعتقد أيضا أنه في إطار القمة ونتائجها سيضيف إليها نتائج لم نكن نحن حتى نتوقعها، وسيكون لها فائدتها على مستوى العمل العربي المشترك وعلى أيضا مستوى الصورة الدبلوماسية الموريتانية التي نعمل جميعا من أن تكتمل بالشكل الذي نرجوه. طيب قبل أن نختم هذه النافذة، ما الدور الذي ستلعبه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في هذه القمة وفي القرية الثقافية تحديدا؟ عموما سنساهم مع إخوتنا في اللجنة المكلفة بالقرية الثقافية في إنجاح هذه القرية على مستوى إظهار الجانب الفلكلوري للثقافة الموريتانية، الجانب الأدبي للثقافة الموريتانية، الجانب التاريخي للثقافة الموريتانية، الجانب الاجتماعي للثقافة الموريتانية، تعددنا وتنوعنا سنحاول أن نظهره من خلال هذه القرية الثقافية، هذا الجانب. جانب آخر أننا منذ تقريبا حوالي عدة أسابيع نعمل على إنجاز عدد جديد من مجلة الموكب الثقافي، نصدره عادة في كل سنة مرة أو مرتين، الآن محضنا عددا خاصا للقمة، وبالتالي سيظهر هذا العدد الجانب التاريخي للأمة الموريتانية، الجانب الثقافي للأمة الموريتانية، الجانب الاجتماعي للأمة الموريتانية، الجانب الاقتصادي للأمة الموريتانية، مكانتها الجغرافية، حيزها في الخريطة العالمية ومكانتها ودورها الذي كانت تلعبه والمتوقع أن تلعبه، وبالتالي سنوزع عليكم إن شاء الله هذا العدد النموذجي الذي سيكون حاضرا إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين. دكتور إسماعيل الشعيب الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، كنت ضيفا معنا في نافذتنا على القمة لهذه الليلة، شكرا. شكرا. وصلنا إلى نهاية نافذتنا لهذه الليلة، نعود إلى الزميل سيد أحمد وباقي فقرات الخيم.